اسمي ميشيل مقداح. هي الموسيقى نفسها ربح لحالها، انه يصير عندنا مجتمع بسمع اغاني عربيه. يعني الشغلات اللي بيحكوا فيها هذول الاغاني هي حياه اللي احنا بنعيشها. الجمهور اليوم كان كتير حلو، بس في لك هيك الجمهور كان كتير 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 حلو. ما بعتقد اني متشائم ابدا، بعتقد بياخد كميه من التفاؤل للواحد، بياخد كميه كتير كبيره من التفاؤل للواحد يحكي عن القصص اللي بتزعجه بالحياه. بنحب نغني بالعربي لانه احنا بالعالم العربي، وفينا نوصل لاكثر ناس اذا بنغني بالعربي. اذا بنغني بلغات اجنبيه بنوصل بس لزبدك طبقه نخبويه. اسمي عبد الرحمن الدروي، انا من القاهره من مصر. اعرف مشروع ليلى من قبل، من الانترنت لقينا الاغنيه اللي هي بتاعت عم لما تتجوزيني بلا فلوس وبلا بيت. يمكن الاكسنت اللبناني نفسها كانت صعبه شويه عليا، بس معظم الليركس انا فاهمها. بس في نفس الوقت بيتكلم واحد لغه عربيه بتتكلم عن وضعنا. وانا كنت بالصدفه في عمان بزور اقارب ليا، لقيتهم موجودين فجيت اجلنا الفلايت بتاعتنا علشان نحضر الحفله. احنا كنا المفروض نسافر امبارح. صوت البوم وانا على التلفزيون وشي مثل البوم موضة صيح صف معدوم وخمون قلبي يا جنبي صفنا فيهم وحلالون. تعرفت عليهم على اليوتيوب، سمعتهم احلى اغنية كانت فساتين اول اشي سمعتها، بعدين الحل الرومانسي لانهم غير عن بقية البانز يعني. بلا فلوس وبلا بيت. اعرف اشي فساتين. انا هيك برضو بحكي بلا فلوس وبلا مال وبلا بيت. ايوة هي والذهب غليان هاليومين. حبيبي بحكي بلاش مال.